برحب بحضراتكم من جديد، وشفنا التقرير اللي قعدته لنا زميلتنا نرمين هارون، وكمان من إخراج زميلنا مينا إبراهيم، كان عن اليوم العالمي للتضامن الإنساني. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده، وإحنا تقريبا لما دخلنا على فصل الشتاء وبدأ الجو يكون برد وبدأت في أدوار كده غريبة موجودة في حياتنا، أدوار برد جديدة، وتقريبا أغلبية الناس اللي نعرفها بتمر بظروف صعبة، أو تقريبا أغلبية البيوت فيها أدوار برد جديدة. ولكن في تحذير عندنا، تحذير من انتشار متحور جديد من فيروس كورونا تم تسميته باسم JN1، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نسبة انتشاره وصلت ل 37% من إجمالي العينات المبلغ عنها على مستوى العالم. الموضوع مش هين تقريبا، الموضوع كبير يعني. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وصور كده أستاذ المشاهدين. احنا يا دكتور منورنا الأول في صباح مين؟ صباح الفل يا فندم. احنا ملحقناش يا دكتور، لسه بنشم نفسنا في متحورات كل شوية، يا ترى اخبار المتحور الجديد اللي هو JN1؟ بعيدا عن المتحور، احنا بالفعل في موسم عدوى التنفسية، عندنا برد، عندنا انفلونزا، عندنا مخلوي، عندنا كورونا اللي هو اصلا ما كانش انتهى وكان موجود، ولكن في ظهر تحور عالمي جديد لسه ما وصلش مصر، لكن احنا لا يزال عندنا كورونا عالميا، كورونا لن ينتهي، لكن من نعمة ربنا ان التحور ده ان كان بيزيد قدرة بالفعل على الانتشار، ان المتحور الجديد ده سريع الانتشار، الا انه لم يطرأ عليه اي تغيير في قوته وقدرته على الفتك او قدرته على احداث المضاعفات. لكن انت دكتور بتاكد، بتقول ما وصلش مصر، ما فيش رصد حالات لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي لكن هو كورونا موجود، الفكره في التحور او السلاله الجينيه الجديده. يعني كورونا هو موجود ما انتهاش، وموجود وبنشوف حالاته، لكن الفكره هل السلاله الجديده اللي منتشره عالميا وصلت مصر؟ لا، لم يعلن عن رصد حالات بالسلاله الجديده لحد دلوقتي. ولكن احنا مش قلقانين من سلاله جديده. ليه؟ لان احنا اوريدي كورونا موجود، احنا فكره كورونا ان هو يقل قوته ويقل حدته. صحيح. وده اللي بيحصل دلوقتي، احنا عندنا H1N1 انفلونزا اخطر من كورونا دلوقتي، منتشره بقوه، فبالتالي مفيش خوف او فزع ان في كورونا او لا، لان هو كورونا ما انتهاش، هو بس القلق العالمي من سرعته وقدرته على الانتشار. والفكره اخرى اللي هو فكره الهروب المناعي، وده يخليني اسال حضرتك يا دكتور امجد عن يعني الناس اللي اخذت التطعيمات والجرعات الخاصه بكورونا، هل ممكن تصاب JN1؟ بالفعل، هو الفكره ان التقرير اللي ورده ان بيحدث نوع من الهروب المناعي، بمعنى ان انت ممكن تبقى متلقي اللقاح وتصاب بالمتحور الجديد، ولكن برضو التقارير بتقول ان اللقاحات مهمه لمنع المضاعفات الخطيره، هتقلل بنسبه كبيره من حده الاصابه ومضاعفاتها، فبالتالي منظومه اللقاحات ممكن يحصل هروب مناعي. وعلى فكره ده بيحصل، لان احنا كل سنه بناخد لقاح الانفلونزا، الانفلونزا كل سنه بتتحور وبتيجي صوره مختلفه، فبناخد لقاح الانفلونزا كل سنه. مش معنى ان احنا خدنا لقاح كورونا ان المناعه التي تحدث منه هي مناعه ابديه. صحيح، تحتاج لجرعات تعزيزيه. طب يا دكتور دلوقتي احنا برضو نقول للناس ترجع برضو تاخد جرعات تنشيطيه مره تانية، احنا كنا الفتره اللي فاتت المفروض بناخد كل 6 شهور جرعات تنشيطيه، وبالاخص الناس اصحاب الامراض المزمنه. بالفعل الكبار السن اصحاب الامراض المزمنه الجرعات التعزيزيه مهم ليهم للقاح كورونا، وكذلك مهم ليهم ياخدوا، مش عايزين نغفل الانفلونزا، لان احنا في مصر الانفلونزا منتشره واللقاح الانفلونزا موجود ومتوفر، فبالتالي الوقايه من اي عدوى تنفسيه، لان مش كورونا بس اللي بتكون لها مضاعفات، الانفلونزا لها مضاعفات، ناخد لقاح جرعه تعزيزيه من لقاح كورونا، ناخد لقاح الانفلونزا للاطفال وكبار السن، مهم جدا، لان احنا زي ما قلنا احنا في موسم عدوى تنفسيه، والدور اللي ماشي من كتر انواع العدوات التنفسيه ما بنقولش ده برد ولا كورونا ولا مخلاوي، بنقول حضرتك عندك عدوى تنفسيه. لان الاعراض بتتشابه بنسبه كبيره، بيصعب التمييز ما بين متحورات كورونا والانفلونزا والمخلاوي والبرد، فبالتالي هي عدوى تنفسيه وده الموسم بتاعها. ان كان هناك انتشار عالمي لمتحور كورونا، كورونا لم ينتهي، هو موجود، التحور الجديد قدرته على الانتشار اكتر، ولكن الحمد لله هو لم يرصد اي تقارير تشير ان هو اقوى او اكثر فتكا، هو نفس الاعراض. صحيح. نفس بروتوكولات العلاج، فما فيش قلق او خوف من هذا التحور. ماشي يا دكتور، يعني بصراحه انت حضرتك يا دكتور طمنتنا، وخصوصا كمان ان في بعض الشائعات بتطلع الناس بتخاف، وفكره ان الواحد يفرق ما بين دور برد ودور كورونا، ولكن احنا بنقول للناس نرجع تاني يا جماعه ناخد الجرعات التنشيطيه بالنسبه لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه زي الضغط والسكر وما شابه ذلك، وايضا بنقول لكل شعب مصري محتاجين ناخد كمان الماسك بتاع البرد حفاظا على الادوار اللي ممكن تكون ربنا يعلم بيها يعني. بشكر حضرتك جدا دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه.